في إطار شهر التوعية باضطراب التوحد الأوتيزم، شهدت وزارة التربية والتعليم أمس عن المواهب والقدرات الفنية لأطفال التوحد وأهمية دعمهم ودمجهم في المجتمع هذا الحدث. المزيد من التفاصيل. تحت شعار قوتنا في الدمج واحتفالا بشهر التوعية بالتوحد، أقامت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الجمعية المصرية للأوتيزم احتفالية لإلقاء الضوء على قدرات ومهارات أطفال التوحد وأهمية استثمار طاقاتهم ليكونوا شخصيات منتجة وفاعلة في المجتمع. أطفالنا اللي عندهم احتياجات خاصة، زي ما قالت الأستاذة عائشة، كلنا عندنا احتياجات خاصة، وبالتالي مش عاوزين نستخدم الكلام ده للتمييز إطلاقا، كلنا زي بعض. حتى كلمة الدمج مفروض نلغيها في المستقبل. كل ما التوعية تزيد كل أما الدمج هيزيد. يعني يوم الاحتفالية النهاردة معمولة مخصوص عشان كده. جزء من البرنامج بتاع النهاردة ان احنا موجود معنا 11 طفل عندهم أوتيزم، كلهم عندهم سمات هايلة وتريتس كويسة جدا. فمثلا عندنا واحد كويس جدا في الحساب، واحد كويس جدا في البيانو، واحد كويس جدا في الجرافيكس. فاحنا بنفرج الدنيا ايه القوات اللي موجودة عندهم اللي ممكن يستخدموها في الشغل او في الجامعة او في المدرسة. امبارح كان اليوم العالمي للتوحد، والنهاردة احنا بنحتفل بيه كوزارة، لكن معانا الشهر كله احنا عندنا مجموعة من الندوات ومجموعة من الماراثونز اللي معمولة، وعندنا اضاءة ازرق لمبنى الوزارة امبارح علشان يبقى مع كل معالم الأثرية والمعالم اللي بتنور أزرق مساندة للتوحد. عندنا برضو مجموعة من القرارات اللي نزلت في قرار 252 كانت بتدعم جامد جدا التوحد. احنا بنتكلم ان عموما ان بقت كل مدارس مصر دامجة بنسبة 10% بحد أقصى 4 في الفصل. شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة والفنانين الذين أثنوا على مواهب شباب وأطفال التوحد وتميزهم في العديد من المجالات الفنية والتكنولوجية. تعاملت مع طفل موهوب جدا اسمه آسر، كنا عملنا حتى إعلان عن الأوتيزم من سنة تقريبا، وكانت تجربة جميلة لما تقابل الطفل ده وتشوف الموهبة بتاعته وهو نوعا ما شبهك في حاجة معينة. فدي طبعا أسعدتني جدا ان انا اكون بصص للموضوع من زاوية تانية خالص، بعيد عن الـ مش عايز اقول المشكلة اللي جعانوا منها، بس التوحد. يعني السنة دي احنا الحمد لله طلعنا قانون الإعاقة في البرلمان، وده اول مرة يطلع او يتطور القانون من 50-60 سنة. فطبعا وكان مضمونه ومحوره الاساسي هو الدمج. الجدير بالذكر أنه يولد سنويا في مصر أكثر من 30,000 طفل يعانون من اضطرابات التوحد، ومن الممكن تحسين نوعية حياتهم ودمجهم في المجتمع إذا ما تم اكتشاف إصابتهم مبكرا وإدراجهم في البرامج العلاجية.